ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية. دكتور محمد، بعد التحية، يعني الرئيس السيسي اليوم أشار إلى أن الاستثمارات في مجال الزراعة في مصر تصل إلى حوالي 500 مليار جنيه. المشروع اليوم باكورة الدلتا الجديدة، مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، العائد على المواطن المصري كيف ترى؟ هو العائد كتير قوي قوي على المواطن وعلى الدولة المصرية، والمواطن والدولة المصرية شيء واحد. اولا اي استثمار في المجال الزراعي بيؤدي الى كذا اتجاه. الاتجاه الاول ان انا بضخ عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة في اي مشروع زراعي، صحيح، ده شيء طبعا مهم جدا. الحاجة الثانية ان انا بضخ سلعة للمواطن او للتصدير، فالمواطن مباشرة هيبقى فيه توفير في السلع، التوفير هيؤدي الى انخفاض السلع وتوفرها على مدار العام. التصدير هيساعد في سمعة مصر من ناحية الجودة والمحاصيل اللي سوف يتم يعني ايه انزالها في الاسواق العالمية، واحنا عندنا اكثر من 150 سوق مفتوحين. الحاجة الثانية ادخال عملة صعبة وايجاد فرص عمل للمواطن المصري. الرئيس السيسي أيضا اليوم أشار إلى ضرورة يعني الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وحصة مصر المائية التي تأتي إلى مصر. هنا أهمية هذه المشروعات الجديدة وأهمية التطبيقات الحديثة أيضا لأساليب الري والزراعة الحديثة لترشيد المياه من جهة، ومن جهة أخرى توفير المحاصيل بإنتاجية كبيرة. هو مبدئيا قيام الدولة المصرية في الفترات الأخيرة على كل المحاور، يعني مثلا الجزء الخاص بالترع تم تطوير، يعني احنا عندنا نهضة غير مسبوقة في الترع حاليا وكلها بتبطن بالأسمنت وبتعمل نهضة جامدة جدا. دي جزء الأول. الاهتمام برضو بالسيول ووضعها في يعني لها مخرات ولها أماكن تخزين، خاصة الساحل الشمالي زي مثلا مطروح، عندنا مثلا الابار اللي هي كل سنه بتتملي في وقت السيول وقت الامطار. عندنا المشاريع اعاده تدوير مياه الصرف الزراعي وباساليب علميه، وطبعا ده استفاده من وحده المياه بجانب الاستفاده من وحده الارض، حيث ان مثلا زي القمح مثلا زودنا المساحه الافقيه، بان احنا بنزود المساحه فبناخد 40% للقمح تقريبا سنويا لزراعه هذه الزيادات من الارض بالقمح، بجانب ان احنا بنزود الانتاجيه الراسيه وهي ان الاصناف القمح الحديثه والمستنبطه حديثا عاليه الانتاجيه. الى جانب توفير المحاصيل الاستراتيجيه والمهمه وعلى راسها بالطبع القمح، هناك أيضا دكتور محمد توجه لإقامة صناعات زراعية، لإقامة مشروعات ويعني مجمعات لبعض الصناعات المهمة. وكان لافتا أيضا ما يعني أشار إليه الرئيس اليوم بأنه يجب على كل فلاح مصري أن يمتلك رؤوس ماشية من أجود أنواع اللحوم، وأن يكون هناك يعني صناعات ووحدات إنتاجية في هذه الأراضي المختلفة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على دعمه للمجال الزراعي، ولكن عايزين نقول ان انا كفلاح لما بيكون عندي راس ماشيه او اثنين او ثلاثه بياخدوا نفس التكاليف ونفس المجهود ونفس المكان، فلما يكون الجزء ده هذه الثروه الحيوانيه عاليه الانتاجيه فيها نقول فيها مثلا بدل 7 كيلو تجيب 35 كيلو لبن، بدل ما تجيب 100 كيلو لحم تجيب مثلا 200 كيلو لحم، فدي تختلف في اختلاف كلي وجزئي عن هذا ان هو يضيع الوضع بتاعه مجهوده في انتاج قليل. طب اخيرا دكتور محمد، فيما يتعلق بالاسعار، لانه كان في ايضا حديث عن انه بزياده المعروض وبزياده الانتاجيه الخاصه من هذه المحاصيل هيكون هناك يعني ضبط للاسعار وانخفاض لها على مستوى الشارع المصري. طبعا هو زياده المساحه هتؤدي لزياده المحاصيل المنزرعه، تؤدي لتنوعها، تؤدي لتوفرها، التوفر وزياده الانتاج من وحده المساحه، يعني الفدان بدل ما يجيب مثلا 20 ارداب هيجيب 25، فهنا العائد لما يزيد هيزود دخل الاسره، في نفس الوقت
هينخفض السعر ويبقى سعر اقتصادي بالنسبه للمزارع، بيدخل عليه دخل كويس من زياده الانتاجيه، وفي نفس الوقت المستهلك هيبقى لما يكون الحياه وفيره هيبقى سعرها مناسب لدخل المستهلك المصري. دكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، شكرا جزيلا لك.